سودانية وتعرفين وتدركين الواقع المر الذي يعيشه أهلنا في السودان، إلى أي مدى أنت متفائلة بالحدث اليوم؟ كيف رأيتيه؟ كيف قرأتيه؟ في الحقيقة يعني لابد لنا كمواطنين سودانيين موجودين الآن بالقاهرة يعني انتقلنا لها بعد قيام الحرب، اندلاع الحرب في 15 من شهر أبريل. فلابد لنا يعني أولا أن نشكر الحكومة المصرية على يعني المجهود الكبير الذي تبذله لإحلال السلام وإيقاف إنهاء الحرب مع يعني رصفاء من الدول الجوار الأخرى في بالنسبة للسودان. نعم. تفضلي. يعني بالنسبة لمخرجات القمة اليوم، القمة يعني أكدت على ضرورة إنهاء الحرب والعودة للمسار المدني وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في السودان وفي الدول التي انتقلوا إليها وفي داخل السودان، يعني في المدن التي لم الحمد لله لم تطال الحرب نزحوا إليها. الكلام عن يعني ضرورة إيقاف الحرب ومد المساعدات الإنسانية لهذه المناطق، هي دي كانت من يعني من رؤى وتطلعات الشعب السوداني لمخرجات هذه القمة المهمة. أيضا تحدثت القمة عن عمل آلية لإيقاف هذه الحرب. نعتقد هذه الآلية يعني من الضروري أن تنشأ بالسرعة المطلوبة وأن تكون يعني على رئاستها وعلى مش رئاستها على يعني الفاعلين يعني فقط الفاعلين فيها يكونوا من السودانيين على أساس إنهم هم فعلا إحنا يعني أثناء الإجراءات بتاعت إنهاء الحرب عايزين يكون في عملية سياسية مصاحبة تمكن العودة للمسار المدني والحياة المدنية في السودان. نعم، شكرا لك السيدة سامية الهاشمي مواطنة سودانية.